دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا عن اهميه مركز القلب الرياضي في المستشفى هنا في وادي النيل؟ بصي، انا هقول لك على اهميه المركز ده من خلال خبرتي في مجال الطب الرياضي تمتد لحوالي 30 سنه. تمام. عانيت كتير انا وزمايلي او في بيشتغلوا في المجال الرياضي لما بنواجه مشكله لاعب عنده مشكله في القلب. دي حصلت بس بدون ذكر اسماء معايا في اكثر من لاعب. فجاه بتلاقي ان اللاعب بالانبساط فيها دي بدون ما هو يشتكي من اي مشكله، من رسم القلب، من رسم الموجات الصوتيه، من فحص اللاعب، بتحس ان في مشكله في القلب. تبدا تعرضه على دكاتره، يبدا دكاتره متدربين ده يكمل لعب ولا ما يكملش لعب. المشكله ديت واجهتني وكان اتخاذ قرار ان اللاعب يرجع بيبقى قرار خطير، خصوصا لو في لاعب مشهور وانت عارف انه ممكن يتعرض لاي وقت اوقات مواقف قلب مفاجئه، وتاخد قرار ان هو يستمر بده. بعض الدكاتره يقولوا يلعب، بعض الدكاتره يقولوا ما يلعبش، لان في النهايه لو حصلت له حاجه بالتاكيد طبيب الفريق هو اللي هيدان. لو احنا تصورنا ان اسهل انك انت تقول له ما يلعبش، لكن انت كطبيب اللاعب مهتم جدا ان اللاعب يلعب تاني لمصلحته اولا، لان تصور ان اللاعب محترف كل حياته متوقفه على لعبه كماديات. النقطه الثانيه انك انت اللاعب ده عاده بيكون النادي متعاقد معاه من لعيب الثنائيات، وفجاه تقول للنادي والله اللاعب ده مش هيقدر يلعب، وممكن اللاعب دوت هيئه كل اللي احنا قلناه وكل المجموعه من الدكاتره انه ما تلعبش، قد تكون على صواب او قد تكون خطا. وبالتالي انت بتبقى في الحك صعب جدا يلعب ولا ما يلعبش. طبعا في بعض الاحيان عشان ناخد القرار نخلي اللاعب يسافر للخارج. سافر الخارج لسببين، السبب الاولاني ان الاجهزه والدكاتره هناك قد يكونوا او متطورين طبيا عن الدكاتره في مصر. النقطه الثانيه اتخاذ القرار من الخارج يكون يعني عواقبه اسهل لو حصلت مشاكل. طبعا وجود مركز زي دوت بالخبرات ديت بالاجهزه ديت بالامكانيات ديت هيدينا فرصه اكتر ان احنا نتخذ القرار في مصر بالنسبه للعيبه المحترفه او اللعيبه على اعلى مستوى. النقطه الثانيه اللي هو نقطه مهمه جدا اللي هو يبدا ينتشر في مصر في قلب الرياضه، دي نقطه مهمه جدا على جميع المستويات. انا اعتقد ان المركز ده يعني طفره في مجال الطب الرياضي في مصر، وعلى فكره الطب الرياضي ساهم كتير جدا جدا في تطوير فروع كتيره جدا جدا من الطب. يعني النهارده لما نقول القلب الرياضي صدقيني ان ده هيؤدي الى تطوير الطب القلب في مصر. ده يعني انا سعيد جدا بالمركز، وطبعا يعني شرفت طبعا على رئاسه المركز الدكتور حازم، هو يعني استاذ فاضل وشرفت بالعمل معاه في الفتره اللي فاتت، وانا اثق في قدراته ان هو يخلي المركز ده يعني ايقونه المراكز الطبيه في مصر باذن الله. طب عايزه اسالك سؤال تاني، من خلال خبرتك في المجال الرياضي هل في بروسيس معينه لازم يخش اللاعب فيها علشان يبقى عارف هو هيقدر يكمل لعب او يلعب لحد فين وحد ايه لا وكده؟ اقول لك على حاجه، احنا بصفتي ان انا يعني طبيب في اللجنه الطبيه ومتابعين دايما الحركه الطبيه وكود الكلام الطبي، لازم اي رياضي يتم فحصه مش ناحيه القلب بس، جسمانيه عامه. تمام. القلب من الحاجات المهمه في الفحوصات. البرنامج الفحص قبل ممارسه الرياضه ده ضروري. البرنامج يشمل ايه؟ في اختلافات من دول لدول، لكن بتختلف على الماديات. يعني احنا مثلا ممكن نيجي نقول ان اللاعب قبل ما يبدا يلعب رياضه لازم تعمله رسم قلب وموجات صوتيه وفحوصات معينه. في بعض البلاد بتقول لا نكتفي بالفحص السريري، ولو حس الطبيب ان في مشكله بيحوله لجهه اخرى. طبعا وجود مركز زي ده في مصر اكيد التكلفه بتكون قليله مع العدد الكبير، ده هيساعدنا ان احنا نرتقي بالفحص قبل ممارسه الرياضه. الشق الثاني، افرضي لاعب وهو بيلعب حصلت له مشكله. في كرايتيريا معينه بتقول اللاعب ده يقدر يكمل يلعب او ما يقدرش يلعب. ابسطها سمك عضله القلب. بعض الاحيان لما تكون زياده في سمك عضله القلب بنضطر نتوقف عن اللعب وبيبدا فحوصات اخرى. والنهارده الدكتور حازم قال ان بقيه الفحوصات الحمد لله موجوده زي الرنين المغناطيسي القلب، اللي ده
غير متوفر من مصر بصوره يعني جيده، ده معنى المركز هيبقى متكامل من الناحيه ديت، وبالتالي يقدروا ياخدوا قرار احسن يعني. تمام، حضرتك تحب تضيف حاجه اخيره في يعني اتمنى طبعا المركز بالتوفيق، وهو يعني كواحد مصري انا فخور ان المركز دوت يكون في مصر فعلا يعني. شكرا جدا لحضرتك.